اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وايضا اجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو، المهندسه شريفه البناي والطالبه الجوهره الحقان. ابدا معك مهندسه شريفه عن برنامج واعد. لو نبي نتكلم بالبدايه عن هذا البرنامج، شنو اهداف البرنامج؟ شنو يرمز له بما ان هذا الموسم الثاني لبرنامج واعد؟ يعطيكم العافية. طبعا برنامج واعد هو برنامج تنموي قيمي، نوفر فيه مساحة في بيئة إبداعية وبيئة تنموية نحتضن فيها الشباب من عمر 14 إلى 17 سنة. نقدم لهم البرنامج الأساسي اللي هو التدريب المهني في مجموعة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمدة شهر بالصيف. نعم ممتاز. يعني بنتقل ويات الجوهرة، يعني مثل ما ذكرت المهندسة شريفة عن تجربتك بما أنك أنت مشاركة في هذا البرنامج، برنامج واعد، وأتوقعت أن هذه المشاركة الثانية لك. شنو الدروس المستفادة؟ شنو استفدتي من هذا البرنامج؟ وليش شاركتي بعد وياهم في برنامج واعد للموسم الثاني؟ اكتسبت وايد خبرات، أولها مواجهة الجمهور والتحمل المسؤولية. تحملنا وايد مسؤوليات، بحيث ان الموسم الاول كنت في نفس حضانه حق الاطفال، والحين هالسنه مرشد سياحي في متحف عبد الله السالم. اداره الوقت، نكون يعني نلتزم بالوقت وبس. يعني شنو مثلا ايش كثر طور في شخصيتك؟ انت الحين شاركتي للموسم الثاني، هذا يدل على ان الموسم الاول نجح وحبيت انك تشاركين. شنو الدافع اللي قلتي حق نفسك انه والله انا محتاجه اني اكمل وياهم الى الموسم الثاني؟ واتوقع ان يمكن هذا اخر موسم حسب ما ذكرتي من قبل قليل، يمكن عمرك 17 وانت طولت العمر. بناء شخصيه قويه، ان كانوا يعطونا دورات، الدورات تأهلنا حق المهنة بعدين، يعني لما نتوظف تكون مؤهلاتنا زينة. يعطونا مهارات هذه المهارات طبعا انت تصقلينها في حياتك المهنيه في المستقبل، تكونين دائما مثلا في مجال العمل ان شاء الله في المستقبل. انت يعني ان شاء الله السنه الجايه تكون اخر سنه لك بالثانويه وتدشين على المرحله الجامعيه، هذه مرحله متقدمه ان شاء الله تمرين عليها. ولكن خليني اكون معاك مهندسه شريفه، يعني مثل ما تكلمت بنتكلم على الجهات، اختيار الجهات بالنسبه لكم انتم اللي تختارونها للطلبه المشاركين، ام الطلبه تعطونهم حريه الاختيار وانتم بالاخير تقيمون؟ احنا بالبدايه نستقطب الجهات، ان احنا نوجه رساله او يعني مخاطبات بيننا وبين الجهات من مؤسسات للدوله او مؤسسات القطاع الخاص، منو حاب يكون ضمن هذا البرنامج، ونحاول ان احنا ننوع في مجالات بحيث انها ترضي جميع يعني الشباب الموجودين بجميع ميولهم وافكارهم اللي يحبون ان هم مستقبلا يكونون في هذه المهن. مو من ثم نطرحها للمشاركين ويكون لهم الخيار الاول وين حابين يهما يتدربون، وبعدها من خلال المقابلات يكون القرار النهائي، لان مرات بعضهم يمكن ما يختارون اللي يناسب ميولهم او يناسب شخصيتهم، فنقدر من بعد المقابله ان احنا نوجههم لخيار افضل، وان شاء الله ان تكون جميع خياراتهم بما تتناسب معهم. نعم، لو نبي نتكلم معك اكثر عن الفئه العمريه، يعني ما هي الفئه العمريه اللي تتراوح ما بين المشاركين اللي على اساس يتم الاختيار؟ اضافه على ذلك، لماذا اخترتم هذه الفئه العمريه؟ احنا من تأسيس واعد حرصنا ان احنا نركز على بداية عمر الشباب، لان فعلا اذا احنا كنا اول ناس نوجههم وخصوصا في المجال المهني، نتأمل ان شاء الله ان المستقبل يكون افضل لهم. فلقينا ان هذه الفئة في المجتمع جميع البرامج اللي قاعد تتقدم لها في المجتمع او اغلبها اللي هي كمتلقي، فحبينا ان نقدم لبرنامج يكون هو المعطي وهو المؤثر اكثر في هذا البرنامج. ولان التدريب فيه يعني يكون عملي ومهني، يعني تاكدنا ان الاثر راح يكون اكثر ومثل ما يقولون مستدام معاه لمده اطول. فحرصنا ان احنا نوفر لهذه الفئه، يمكن الاعمار الاكبر موجوده هذه البرامج لهم، لكن هذا العمر والدليل يعني انه يعني يفتقر لهذه البرامج العدد الكبير اللي يعني تقدم لنا. فاحنا العام كنا على 150،
والسنة زدنا إلى 300 وهم ما يعني ما قدرنا نغطي كل اللي تقدموا عندنا. نعم أنا متوقف وياك عند هالنقطة لأن راح نتكلم حتى عن اختياركم لهم المعايير، ولكن خلني أنتقل إلى الجوهرة. الجوهرة يعني نبي نتكلم معك منو اللي وصل لك مثلا عن برنامج واعد، منو اللي رشح لك، وهل منو اللي شجعك أيضا على دخوله؟ الدعم الأول أمي كانت دائما تقول لي إن لازم تطورين من نفسك عشان شخصيتك بالمستقبل، مثلا لو بطلع بعثة أو شيء يكون عندي شخصية قوية تعرف أتعامل مع العالم والناس. فأمي اللي عرفتني على البرنامج، أمي اللي شاركتني فيه لأول مرة، بعدين يوم حطوا الإعلان قلت حقهم إن أبي أشاركهم. الله يعطيك العافية. التعامل مع الجمهور، إذا أنت تعاملتي، هل كان التعامل بالبداية صعب وبعدها تمكنتي منه وساعدك في صقل شخصيتك بالتعامل مع الآخرين في المستقبل بإذن الله تعالى؟ التعامل مع الجمهور بالنسبة لي أول شيء كان مو وايد صعب، بس كان صعب، بعدين مع الأيام لما مرت الأيام صار بالنسبة لي سهل، وكنت أشوفهم يعني نفس ناس يبون يعرفون أكثر عن بالمتحف عندنا. مثلا إذا سألوني عن شيء كنت أشوف أن الناس يبون يعرفون أكثر فكنت أعطيهم، فصار سهل. رشحتي حق زميلاتك الطلبة مثلا أو الطالبات أن يدشون هذا البرنامج، شرحتي لهم الدروس المستفادة منه بطول فترة وجودك من الموسم الأول إلى دخولك الحين الموسم الثاني؟ أكيد أكيد، رشحت حق بنت خالتي وأختي الموسم اللي طاف ما كانت موجودة، هالمرة خليتها تدش معاي. فأتوقع أن مشروع واعد مشروع جدا ناجح ويبني شخصية الشباب إن شاء الله. تستاهلون. يعني مهندسة شريفة مثل ما ذكرت يعني الجوهرة عن تجربتها الناجحة، أنا بنتكلم معاك مساء توقفنا عند العدد، يعني كان في الموسم الأول مثل ما ذكرتي 150 والآن وصلنا إلى 300. نبي نتكلم على معايير الاختيار، يعني معايير الاختيار هل كانت في معايير معينة وهل يسمح للطالب أن يشارك أكثر من موسم؟ طبعا معايير الاختيار احنا حاولنا نسهلها كثر ما نقدر لأن ودنا للكل الأمانة يشارك معنا ويستفيد. حددنا العمر من 14 إلى 17 كون هذه الفئة يعني ما عندها هذا النوع من البرامج التنموية متاحة. حددنا أنه لازم يكون متفرغ في فصل الصيف، لازم يداوم البرنامج كامل سواء التدريب بالدورات أو المهني، وأيضا حددنا أنهم يكونوا من الكويتيين، وحددنا أنه يعني يلتزم معنا وشروط عامة يعني بشكل عام لكن بسيطة وسهلة، وكانت الأولوية للي يسجل أول فاللي تكون أوراقه جاهزة ومطابق للشروط إن شاء الله يكون من ضمن المقبولين معنا. يعني ما أنت ذكرت منذ قليل يعني أن البرنامج يكون فقط في وقت الصيف، في وقت العطلة الصيفية، بالفترة اللي يكون في مرحلة الدراسية هل يتم تجهيز برنامج مثلا جديد إلى الموسم مثلا الثاني أو الثالث وصدى نجاح الموسم الأول أتوقع يمكن انعكس عليكم في الموسم الثاني، شنو التجهيزات اللي تقومون فيها بالفترة هذه؟ طبعا هو الاستعداد والمسؤولية أن احنا نطور ونزيد الأعداد ونقدم فيه أفضل مما كان يحتاج تجهيز، يعني يمكن احنا كان الختام اليوم من باكر على طول بدينا شنو راح نسوي للموسم الثاني، والحمد لله أننا قدرنا نقدم أفضل. أيضا حبينا أن احنا يكون في تواصل مع جمهورنا خلال السنة إلى أن يوصل الموسم الثاني، فكان عندنا بعض البرامج في العيادة الوطنية، كان عندنا بعض البرامج في رمضان، كان عندنا مشاركة مع بعض المبادرات الموجودة في المجتمع بحيث أن احنا نتواصل مع جمهورنا ويشارك معنا في هذه الأيام، ومن بعدها أكيد إلى إعلان الموسم الثاني. نعم أيضا دائما لكل برنامج مهندسة شريفة يكون في أهداف رئيسية لابد أن يتم تحقيقها، وإن شاء الله أنكم حققتوها في الموسم الأول ورأيناها بالأمانة يعني انعكس صداها إلى الموسم الثاني. الأهداف هل زادت في الموسم الثاني؟ هل حققتوا كل أهدافكم المرجوة أم كانت في عراقيل؟ طبعا خصوصا في البداية الحمد لله كانت في مجموعة من التحديات، لكن يعني من خلال أن احنا طورناها فأكيد يعني إن شاء الله السنة تكون أخف. حرصنا أن احنا نحط مجموعة من قيم العمل، وأن احنا طبعا هدفنا الأساسي هو تمكين الشباب في المجتمع وإثبات للمجتمع أن الشباب الكويتي فيه الخير متى ما كان هنالك لفرصة، ومتى كان هناك في بيئة توفر له هذه المساحة من التدريب على أساس أنه ينمي من نفسه ويصقل
من شخصيته وبالتالي ينعكس على نفسه وعلى مجتمعه أكيد. وقدرنا نوفرها الحمد لله في واعد. يمكن في الموسم الأول كان يعني بعض التدريب مقتصر على اللي هو الدورات القبلية، فحرصنا السنة أن احنا نوجد ورش أسبوعية نلتقي فيها معاهم بشكل أسبوعي ونتفاعل فيها معاهم في موضوع قيم العمل وبناء الشخصية الكويتية المنجزة. والحمد لله يعني من بعد الأسبوع الأول لمسنا فيهم هذه القيم يعني بشكل أولي، لكن الحمد لله في أثر. نعم والله بالأمانة الأثر واضح وجهود تشكرون عليها. يعني مثل ما قاعد نشوف اليوم حالة هي مثل الطالبة الجوهرة، أنا بنتكلم معك المقابلة الشخصية، بما أن في مقابلة شخصية للقبول، شلون كانت المقابلة؟ شلون تجاوزتيها؟ هل كانت بالنسبة لك يعني مقابلة سهلة أم كانت صعبة؟ المقابلة كانت سهلة، وكانوا يسألوننا شنو أهم مميزاتك كطالبة، أو ليش تقدمتي حق هالشركة أو هالمكان ذا، ويسألوننا أو يطلبون منا إن نذكر إمكانياتنا نفس اللغات اللي نعرفها، المهارات اللي نقدر نسويها. والمقابلة كانت سهلة، وكان يعني كانوا يسألون إلا هل تشوفين إنك تقدرين تكملين معانا لغاية شهر كامل أو لا؟ نعم. خلينا بس نتوقف عند هالنقطة الجوهرة وبنتقل لك مهندسة شريفة. يعني رأينا اختيار جهات عديدة، الجهات اللي كانت في السابق هي نفسها الجهات اللي الحين في الموسم الثاني ولا تغيرت زادت؟ طبعا كان في تقييم لكل الجهات اللي شاركت معنا، والجهات اللي حققنا معها إنجازات أكيد كملنا معها وطلبنا منها أصلا مقاعد إضافية، وحرصنا أن احنا نجيب مجالات وجهات يعني أكثر كتنويع أكثر، لأن أصلاً خيارات يعني أو مثل ما نقول اهتمامات و يعني رغبات الشباب متنوعة أكثر، وحرصنا أن هذه التجربة تكون يعني متكاملة وفريدة، فيعني من يدخلون يحسون فعلاً أن هم قاعد يمارسون المهنة بشكل حقيقي. فالحمد لله يعني كان الشباب قادرين عليها وحاسين فعلاً أن هم أشخاص مسؤولين عن المهنة. نعم. في أحد دعمكم في برنامج واحد؟ هل كانت في رعاية؟ هل في دعم من جهات معينة إذا حابة تذكرينها؟ طبعا نوجه الشكر الكبير للهيئة العامة للشباب كونهم الداعم والشريك الاستراتيجي لمشروع واعد من تأسيسه، فيعني من الفكرة إلى الموسم الأول ومستمرين معنا إن شاء الله بالموسم الثاني وما بعده، من خلال الدعم اللوجستي والدعم الإعلامي وتيسير الكثير من الأمور. نشكر أيضا مكتبة الكويت الوطنية ل يعني تسخير كل مرافق المكتبة للبرنامج التدريبي في واعد سواء في الموسم الأول أو في الموسم الثاني أيضا، وكراعي مالي لنا في الموسم الثاني فإحنا نشكر جمعية الصح الاجتماعي على رعاية المشروع ماليا ودعمهم الكبير لمشاريع التنموية الشبابية. نعم. بنتكلم أيضا عن جهود العاملين في برنامج واعد، يعني أنت أتوقع أنت مديرتهم فأكيد شايفة الجميع كيف يعمل، هل كانوا متطوعين أم شلون تم اختيار حتى العاملين في إنجاح هذا المشروع؟ يعني المشروع واعد ما كان مشروع بسيط، والدليل ان من 150 وصلتم ما شاء الله الى 300 وكان هم بعد في ازدياد. الحمد لله. طبعا احنا في واعد اسسناه في 2022 وخذينا وقتنا في اعداد الخطه وفي بلوره الفكره، وفي هذه الفتره كنا يعني نعد الخطه ونعد الفريق. بما انه مشروع تطوعي فهو قائم على جهود تطوعيه من شباب كويتيين متحمسين لهذه الفكره، وهو مثل ما يقولون من الشباب الى الشباب، فيعني حتى بعضهم يقولون يعني احنا بعمرهم ما كانت موجوده لنا هذه الفرصه، فحلو ان احنا نوجدها للشباب من الجيل الحالي ويطلع ان شاء الله منهم جيل ملهم ويحقق اثر ان شاء الله في المستقبل الوظيفي في الكويت. ففعلا الفريق يوم على يوم يتحمس اكثر في العطاء في هذا المشروع، ويعني ما تتخيل ايش كثر الطاقه يعني والعطاء سبحان الله في العمل التطوعي، لذه خاصه ولا انجاز
إنجاز أكبر. فالحمد لله واضح جدا من خلال التطور اللي حصل معنا في الموسم الثاني، وأوجه لهم تحية كبيرة فعلا على جهودهم معنا. والله جهود بالأمانة تشكرون عليها. واليوم نبي نشوف أيضا طالبتنا الجوهرة شلون تعاملتي مع العاملين في برنامج واعد، هل كانوا متواصلين معاكم على مدار الساعة في وقت عملكم في هذا البرنامج؟ هل عطوك انطباع إن شاء الله في المستقبل تشاركين معاهم في برنامج واعد من طالبة إلى تكونين أحد العاملين في هذا البرنامج؟ إن شاء الله. بالنسبة للتواصل يتواصلون، ومثلا كل ما نحضر بمكان العمل يكونون يسألوننا إذا حضرتوا تسجيل الحضور كله. حتى في جروب نسوي مسابقات أسبوعي، يعني كل يوم يكون عندنا مسابقات، فمن ناحية التواصل تواصلهم جيد. نعم، أنا أشوف نظرات مهندستنا شريفة، نظرات يعني الحاضنة للطلبة، يعني هذا بالأمانة شيء يسعدنا أن يكون في تآلف ما بين الطلبة المشاركين والعاملين في برنامج واعد. لو نتكلم بالمستقبل، شنو الأهداف اللي إلى الآن ما تم تحقيقها وإن شاء الله راح تكون موجودة في المستقبل؟ طبعا احنا تقريبا اهدافنا واضحه، يعني من في مجال التنميه وفي التطوير وفي التمكين. يمكن حاليا الكل يطالبنا بالتوسعه وبالتوفير لبرامج اكثر او في مواسم اكثر، فان شاء الله مستقبلا يمكن يكون عندنا موسمين بالصيف، يمكن ندخل في الربيع انه موسم صغير. بس الحلو احنا ايضا يعني السنه الـ 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 الاهداف الفعليه اللي حققناها هو التمكين الفعلي للمشاركين معنا في الموسم الثاني. يعني مثل ما احنا نطالب الجهات والمؤسسات تمكن الشباب، احنا مكناهم في واعد. فعندنا كان في الافتتاح كانت عريفة الحفل واحدة من المشاركين معنا في واعد، ويعني ابدعت في الالقاء وفي ادارة الافتتاح بشكل كامل. عندنا ان شاء الله حاليا في الاسبوعين الجايين راح يكون في بعض يعني المبادرات الاعلامية ايضا بتقديم من مشاركين واعد ان شاء الله. فهذا شيء يعني جديد في الموسم الثاني حرصنا على إظهاره من الشباب. هل هذا يزيد من أهدافه التنموية لهذا البرنامج في المستقبل، لخلق جيل واعي لحتى سوق العمل في المستقبل؟ يعني إن شاء الله بعد مرحلة ثانوية بعدها الجامعة، أتوقع أن هذه نقطة مؤثرة في حياتهم. فعلا، لأن هم من الحين قاعد يقولون لنا إحنا خصوصا عمر 14 تو بادي يفكر أنا شنو أتخصص، علمي ولا أدبي، أنا شنو أبي أصير في المستقبل. فمجرد الأفكار تختلف من لمن يمارس، بعد ما يمارس هو راح يكتشف نفسه هل أنفع في هذا التخصص أو في غيره، هل أنا قادر على التعامل مع الجمهور أو أبي وظيفة من غير مثلا يعني مثل ما يقولون يعني مراجعين أو مثلا ما يقولون هذه الأمور. فهذه التجربة تصقل عنده شخصيته وأيضا توضح مستقبله بشكل أكبر، فيقدر يعني من عمر صغير يرسم طموحه وآماله بشكل صحيح إن شاء الله. نعم، لا شك أيضا مهندسة شريفة، ولكن لما نتكلم معك الحين الجوهرة عن العراقيل أو عن مثلا المشكلات اللي واجهتك في حتى الحضور والانصراف، هل واجهتك هذه المشاكل أم الوالدة كانت قائمة بالواجب؟ لا، يعطيها العافية، كانت قائمة بالواجب وزيادة، ما كان في عراقيل، كان كل شيء سلس ومنظم الحمد لله. كل شيء كان منظم، يعني منظمينه ومجهزين له من قبل لا احنا اصلا نوصل، فكان يعني في تنظيم، يعني حتى الشباب بروح والبنات بروح، ف وايد كان تنويع الجهات. هل استفدتي منه؟ لان مثل ما ذكرت المهندسه شريفه منذ قليل عن تنويع الجهات في كل موسم، شلون انعكس عليك كصقل في الشخصيه، شلون انعكس عليك في التعامل مع الجمهور مثل ما ذكرت منذ قليل عن الطالبه اللي كانت عريفه حفل ويمكن كانت اول مره تشارك وهم بنفس الوقت كانت عريفه حفل. بالنسبه للجهات كانت وايد مفيده، ان الموسم اللي طاف كنت مع اطفال من عمر 3 سنين ل 7 سنين أو 13 سنة، بس هالمرة أنا يمكن أواجه كبار سن، يمكن أواجه مراهقين، أطفال، فمن جميع الفئات العمرية، فراح أكون أعرف أتعامل مع كل الناس أو كل الفئات العمرية، مو بس إن الأطفال مثل الموسم اللي طاف.
نعم، لو بنتكلم معك ايضا مهندسه شريفه عن المكافاه التشجيعيه، دائما اكثر البرامج تكون في مكافاه تشجيعيه سواء كانت ماديه او حتى شهاده، هل موجود في برنامج واعد مثل هذه المكافآت؟ اكيد طبعا يستاهلون انهم ياخذون هذه المكافآت، واحنا يعني مثل ما قلت نبي التجربه ياخذونها بشكل كامل، فمن جانب التدريب يستحقون شهادات وهي معتمده من الهيئه العامه للشباب، وطبعا الدورات قدموها مدربين مختصين ومتمكنين من الماده اللي خذوها، فبالاضافه ان احنا هذه التجربه يعني المكافاه التشجيعيه اللي ياخذونها هم حبينا ان يحسون فيها وبقيمتها، ووجودهم في واعد مو مجرد انهم يحضرون وياخذون المكافاه، لا ايضا هم مسائلين هل انت حضرت بشكل صحيح او لا، هم محاسبين عن كل يوم، فيعني حتى احنا دقيقين في الحضور والغياب معاهم، والعام فعلا كان في عدد يعني ممكن نقول بسيط، لكن هذا يدل على امانتنا احنا في هذا البرنامج، بحيث اللي ما يكون ملتزم معنا بشكل كامل تم خصم مكافاته، اما العدد يعني الاكبر بالعكس كانوا ملتزمين واخذوا المكافاه كامله، والحمد لله يعني هي تشجيعيه وحسوا بقيمتها فعلا، يعني ان هي من تعبهم مو مثل اي مبلغ ثاني ياخذونه، فكانوا حيل فرحانين فيها. والله يستاهلون يعني مثل هذه المكافآت التشجيعية، هذا جهودهم بالأخير، وأنتم أيضا تشكرون على منحهم هذه الفرص. طب نتكلم على الناس اللي ما سمحت لهم الفرصة لسبب العدد اللي أنتم حاطينه اللي هو 300 شخص، هل يتم مثلا مقابلتهم في الموسم الثالث يكون لهم الأولوية، أم يكون التقديم من البداية في الموقع أو عن طريقكم أنتم كمقابلات شخصية لكم مكان معين، ولا كل موسم يتغير المكان؟ طبعا هو يعني احنا استل في بداياتنا، فالموسم الاول كان في المكتبه الوطنيه، الموسم الثاني كان في مركز عبد الله السالم، لكن الاصل التقديم عن طريق الموقع الالكتروني، وهذا استحدثناه في الموسم الثاني ان انشانا موقع الكتروني ونستقبل فيه كل طلبات التقديم، ومن بعدها يتم فلترتها طبعا حسب يعني اللي شروطهم تكون مكتمله مثل ما احنا نبيها. نحاول ان احنا يعني ناخذ اكبر قدر نقدر على، ويعني مثل ما تقول احنا يهمنا مبدا العداله والمساواه، فكنا ناخذ من كل عمر تقريبا 38 او 37 متقدم، بحيث ان احنا نقدر نغطي من كل الاعمار باعداد متساويه، وان شاء الله ربي يكتب الفرصه لكل من حاب يكون معنا ان شاء الله باذن الله. انا بنتكلم معك عن مرحله التقييم، مرحله التقييم هل في ناس متخصصين انه يقيمونهم على اثرها تنعكس عليهم في المكافاه وايضا في الشهادة التقديرية؟ أكيد أكيد طبعا إحنا التقييم يعني مثل ما تقول مع مجموعة من الشراكات سواء من مختصين معنا نرجع لهم في هذا الموضوع، وأيضا في موضوع تحقيق أهدافنا، وإحنا عندنا استبيانات بشكل دوري مع المشاركين ومع الجهات، وعلى أساسها نقدر إن إحنا نقيم. بالإضافة إحنا بشراكة تدريبية مع مختبر الشباب اللي هم داخلين معنا في الورش مبادرات وعد التطوعية أو الشبابية اللي هي كل خميس، ايضا من خلال هؤلاء المدربين نقدر ان احنا نقيم اداء المشاركين في الشهر كامل، فان شاء الله يعني نهايه هذا الموسم متفائلين بتحقيق نتائج كبيره معاهم باذن الله. لو نتكلم اكثر عن مده التدريب او مده حتى المشاركه بالنسبه للطلبه، تاخذ معاكم شهر شهرين اقل اكثر من بعد المقابله الشخصيه وبعد الموافقه عليهم؟ اي طبعا احنا الاعلان كان في شهر 4، واحنا نحب نستعد من قبل فتره على اساس ان الوقت يكون كافي، دوراتنا تكون في شهر 6، نحرص أن تكون بعد الاختبارات النهائية من الثانوية، وبعدها احنا خصصنا شهر 7 في الصيف بشكل كامل أن ناخذ فيه التدريب المهني داخل شركاء النجاح معنا اللي هم 35 جهة، وبعدين إن شاء الله يكون الحفل الختامي وتكريم جميع المشاركين في البرنامج من شركاء نجاح ومن مشاركين. نعم، هم بنشوف أيضا انعكاسه على الجوهرة، الجوهرة أنا بنشوف انعكاس التدريب عليك، هل يأثر عليك في الدراسة أم يساعدك ويساهمك في الدراسة أكثر؟ لا كان يساعد وساهم في الدراسة. من ناحية مثلا الجوانب اللي ساهمت في الدراسة، هل في التعامل مع الآخرين أكثر أم كان في جوانب أخرى أنت تشوفينها أنها فعلا ساهمت معك في وقت الدراسة في العام الدراسي؟ كنت أساعد الناس، وكانوا يعني ينطرون ان نخلص امتحانات بعدين نسوي المقابلات
الله يوفقك ان شاء الله. في كل حال نبي نتكلم معك عن الجهات مهندسه شريفه. الجهات المشاركه انت مثل ما ذكرتي منذ قليل انها زادت في الموسم الثاني، ان شاء الله راح تزيد ايضا في الموسم الثالث، وشلون الجهات تشارك معاكم؟ هل في فتره العام الدراسي قبل موعد الموسم الثالث؟ طبعا احنا من خلال كتب رسميه نقدمها للجهات اللي نتوقع ان هي يعني في مجالات تناسب ميول ورغبات الشباب المشاركين، ايضا في جهات تسمع فينا وهي تتواصل معنا وتقول لنا نحن حابين نكون من ضمن برنامجكم، ونرتب معاهم الموضوع من خلال بروتوكول في مجموعه من الالتزامات والشروط، وبعد اعتمادها يدخلون معنا ويوفرون هذه الفرص بالمعايير اللي تناسب هذه الفئة العمرية واللي تناسب الطاقة الجسدية، ونتفق معهم على 4 ساعات عمل في اليوم، والحمد لله يعني بلشنا خلال هالأسبوع وكانت ناجحة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. مهندسة شريفة، لو بنتكلم ونقول كلمة أخيرة توجهينا لأبنائنا الطلبة المشاركين واللي إن شاء الله راح يشاركون في الموسم الثالث. طبعا أنا أحيي اللي شاركوا معنا في برنامج واعد، أنهم استغلوا فترة الصيف في هذا البرنامج التنموي والهادف، واللي إن شاء الله راح ينميهم بشكل وايد كبير ويسهل عليهم إن شاء الله طموحاتهم وخططهم المستقبلية في مجالهم المهني، واللي ما دشوا معنا هم للحين في مجال والصيف تو بادي ويقدرون يشوفون برامج تنموية ثانية يقدرون يطورون فيها من نفسهم إن شاء الله، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى الكويت أكيد بإذن الله. كلمة أخيرة الجوهرة حابة توجهينها للعاملين أيضا في برنامج واعد ولزميلاتك المشاركين وللوالدة الله يخليها. أول شيء الله يحفظها، ثاني شيء اللي ما تقدم اللي ما توفرت له الفرصة إنه يقدم هالموسم والموسم اللي طاف، قدم الموسم الجاي أكيد راح تستانس وايد في أشياء ومهارات راح يعطونك إياها، راح يبنون شخصيتك، راح يعني راح تعرف بالمستقبل شلون تتعامل مع الناس، راح تصير شخصيتك أقوى. وبس الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم بإذن الله، إن شاء الله نتواجه وياكم في الموسم الثالث بإنجازات جديدة. وصلنا معاكم وأدركنا الوقت، ما شاء الله يعني برنامج واعد كان مليء بالإنجازات، وإن شاء الله بالموسم الثالث تكون حققتم كل أهدافكم. كل الشكر لك مهندسة شريفة البناي والطالبة الجوهرة الحقان، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لحلقة اليوم. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، إلى أن يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، دمتم في أمان الله.